السلام عليكم طلاب، اليوم محاضرتنا الرابعة حنحكي عن رينال فسيولوجي، فسلجة الكلية. العمليات الفسلجية المتمثلة بالإكسكريشن الطرح والأوزمو ريجوليشن التنظيم الأوزموزي اللي حتأدي إلى حدوث عملية توازن هيموستاسيس. هاي الوظائف حتكون من وظائف الأساسية للكدني. The physiological processes excretion and osmoregulation are concerned with the hemostasis. يعني العملية الفسيولوجية المسؤولة عن الطرح والتنظيم الأوزموزي وحدوث التوازن ما بينهم حيكون the kidney perform both function. حتكون الكلية هي المسؤولة عن هذه الوظيفة. There are two kidneys. كل شخص حيكون يحتوي عنده على اثنين من الكلى، كل واحدة من عندهم على side of the abdomen. One on each side of the abdomen. كل كلية contain حتحتوي ما بين 1 and 2 million of nephrons. تحتوي من 1 إلى 2 مليون من الخلايا النفرونية. شنو هي النفرون؟ لو أجي أقول لك عرف لي النفرون. النفرون هو الفاكشنال يونت، هو الوحدة الوظيفية للكلية. إذا أريد أسأل هو شنو مكونات النفرون؟ هو النفرون الوحدة الوظيفية من شنو يتكون أو شنو الستركتشر مالته؟ الصورة اللي قدامنا حتوضح لي من شنو يتكون النفرون. النفرون حيتكون من افيرنت ارتريولز اللي حيدخل الدم الجاي من القلب، حيدخله عن طريق افيرنت ارتريولز. ورا الافيرنت ارتريولز حنلقى عندنا فد شبكه او كبيبه نسميها جلوميلارز. من الجلوميلارز حاكو افيرنت ارتريولز تطلع المواد اللي ما حيحتاجها الجسم عن طريق الافيرنت الى البلاد ستريم. فصار بدايه عندي الافيرنت حيوديه للكبيبه، ومن الكبيبه حيطلع الافيرنت. الكبيبه الجلوميلارز حتكون قاعدة داخل محفظة نسميها محفظة بومان، بومانز كبسول. هاي الكبيبة حتكون داخلة أو قاعدة بمحفظة بومان. ورا محفظة بومانز حيجي بروكسيمال توبيولز الأنبوب الأقرب. وراها يجينا بشكل حرف يو نسميه لوب أوف هنلي. من لوب اوف هنلي حتمر المواد الى تيوب ثاني اسمه ديستال تيوبيولز، يعني الانبوب الابعد. من الانبوب الابعد حيروح الى الكولكتنج داكت الانبوب الجامع، حيجمع المحتويات وراها حيطرحها الى البلادر وتطرح الى الخارج بشكل يورين. فمن اجي اقول لك شنو هي النفرون، نقول هي الوحده الوظيفيه للكليه. من اجي اقول لك من شنو مكون، تقول لي الافيرنت ارتريولز اللي حيضخ لي الدم الى الكبيبه، والافيرنت اللي تبدي بحرف الاي تطلع من الكبيبه. الكبيبه تكون قاعده داخل محفظه اسمها محفظه بومانز، تمتد الى بروكسيمال لوب اوف هنلي وديستال والكولكتنج اللي حيطرح اليورين الى الخارج. طبعا احنا لازم نعرف هاي المصطلحات لانه حتفيدنا بعدين من نشرح عن عملية اعادة الامتصاص او شلون حيتم طرح الفضلات الى الخارج. من اجي اسألك انه شلون حيتكون اليورين ويطرح الى الخارج. حتى تتكون اليورين اللي هو الويست برودكت ويفرز الى الخارج لازم يمر بثلاث مراحل ميكانيكيات ثلاثة يمر بيها على اساسها حيتكون اليورين. شنو هاي الميكانيزم؟ مبدئيا القلب الهارت حيضخ لي دم بما يعادل 5 لتر. من الخمسة لتر تقريبا 1.2 إلى 1.3 من الدم اللي ضخه القلب كل دقيقة حينتقل عن طريق الأفرنت إلى الكبيبة الجلوميلارز. يعني كنسبة 25% من الكاردياك أوتبوت من نسبة الدم المضخوخ من القلب حينتقل عن طريق الأفرنت ويروح إلى الكبيبة الجلوميلارز. داخل الكبيبة حيحتوي على ضغط عالي جدا.
هذا الضغط العالي حيؤدي إلى دفع المواد اللي هو الووتر والسوليوتس المذاب بيها، حيندفع ويتوجه نحو محفظة بومان، وما تبقى من المواد اللي أو الدم اللي انضخ من القلب حيطلع عن طريق الأفرنت. هاي العملية اللي هي ضخ المواد من الكبيبة إلى داخل محفظة بومان بسبب الضغط العالي حنسميها الفلتريشن. فأول ميكانيكية هي حدوث عملية فلترة، عبرت هاي المواد ودخلت إلى محفظة بومان وانتقلت إلى بروكسيمال تيوبولز. بالبروكسيمال تيوبولز اكتشفوا أنه أكو بعد مواد ممكن يستفاد منها الجسم، فصار عندنا الميكانيكية الثانية اللي هي reabsorption، إعادة امتصاص. شنو هو reabsorption؟ هو movement، حركة الفلويد السوائل من التيوبولر من الأنبوب ويروح إلى البلد، مثال عليها الجلوكوز يعاد امتصاصها بالكامل بالبروكسيمال تيوبول. المرحلة الثالثة هي مرحلة السكريشن. السكريشن يعني هي حركة المواد الموفمنت من الكابيلاري من الوعاء الدموي ويرجع إلى النفرون وينتقل إلى الكولكتنج داكت ويخرج بشكل يورين. موضحة آن الميكانيكية على الجانب، أول مرحلة فلتريشن، ثاني مرحلة ريأبزوربشن، وثالث مرحلة السكريشن. من يمر بهاي المراحل الثلاثة حيطرح اليورين إلى الخارج. هاي إذا أريد أسألك أقول لك شلون يتكون اليورين ويفرز إلى خارج الجسم. الكلام اللي شرحناه بالصورة السابقة هو ملخص كامل للكلام اللي مذكور أمامنا. عند الكدني بالكلية الفلويد اللي هو البلازما حيصير بيها عملية فلتريشن، فلترة بالجلوميلار كابيلاريز، حيعبر من الجلوميلار كابيلاريز into the renal tubules، حيطلق عليه اسم جلوميلار فلتريشن. من الجلوميلار فلتريشن حيعبر ويصير عندي باس داون، حيعبر الى التيوبولز النبيبات. شو حيصير عندي؟ حيصير عندي ريديوس بالكومبوزيشن، تقليل او اختزال بمكوناته، وكذلك حتعاد المرحلة الثانية حيعاد امتصاص بعض المواد اللي يحتاجها الجسم بعملية الريابزوربشن. إذا أقول لك عرف لي reabsorption، تقول لي هو removal، هو إزالة الwater and solutes، المواد المذابة من التيوبولار فلويد من سوائل الأنبوب ويرجعها إلى الكابيلاري. المرحلة الثالثة اللي هو secretion، وتعريفه هو secretion of solutes، هو إفراز المواد المذابة من الكابيلاري ويروح إلى التيوبولار فلويد، وبالتالي حيطرح إلى الخارج بشكل يورين. هاي مراحل أو الميكانيزم الثلاثة اللي كون لي اليورين وشرحناه بالرسم. الكلية حتستلم 1.2 إلى 1.3 لتر من الدم بكل دقيقة، يعني 25% من الكاردياك أوتبوت من ضخ القلب. يعني بما معناها أنه حيستلم 125 مل بالدقيقة الوحدة. 125 مل بالدقيقة الوحدة يعني ما يعادل 7.5 لتر بالساعة. 7.5 لتر بالساعة أي ما يعادل 180 لتر باليوم. كمية حجم اليورين الطبيعي اللي يطرح باليوم هو 1 لتر. بما معناه هاي الأرقام اللي نذكرها إنه 99% من المواد اللي تترشح حيصير بيها reabsorbed، حيعاد امتصاصها. تمام؟ هاي 125 مل بالدقيقة الوحدة يعني حيفلتر تفلتر للكلية باليوم الواحد كمية تعادل 4 مرات 4 times total body water، 4 مرات سوائل الجسم، يعني ما يعادل 15 مرة من الـ ECF اللي هو الـ extracellular volume اللي هي السوائل الخارج خلوية، يعني حيعادل ما يقارب 60 times 60 مرة من الـ volume من الـ plasma volume.
من شرحنا وقلنا انه الدم من النقل عن طريق الافرنت ودخل الى داخل الكبيبة، وقلنا اكو داخل الكبيبة ضغط جدا عالي. شنو هاي الضغوط الموجودة بالكبيبة ومحفظة بومان ساعدت بعملية الفلتريشن؟ اولا اول ضغط عندنا حينطلق اللي هو بالسهم الاحمر نسميه هيدروستاتيك بريشر، الضغط الهيدروستاتيكي اللي هو الضغط الاعلى والاقوى اللي حيؤدي الى دفع المواد من الكبيبة الى داخل محفظة بومان. مقابل هذا الضغط الهيدروستاتيكي اللي هو نسبته 55 مليمتر، هذا حيقابل من عنده ضغط داخل محفظة بومانز باتجاه الكبيبة. الضغط الموجود داخل محفظة بومان هي سببه نوعين. النوع الأول اللي هو على السهم مكتوب عليه 30 هو الكولايد أوزموتيك بريشر. كولايد أوزموتيك بريشر. الكولايد أوزموتيك بريشر حيكون سببها هو البروتينات الموجودة بالبلازما. سببها توليد هذا النوع من الضغط. الضغط الثالث اللي هو نسبته 15، هذا سببه الفلويد السوائل الموجود داخل محفظة بومان. هاي الضغوط الثلاثة اللي هي يكون مسؤول عن حدوث عملية الفلتريشن، اللي هي الضغط الأول اللي هو الهيدروستاتيك بريشر واللي يشكل نسبة العالية، يقابلها ضغطين، الضغط الأول اللي هو الكولويدك أوزماتيك بريشر اللي هو نسبته يطلق تقديريا اللي هي 30 مليمتر، والسوائل الموجودة داخل محفظة بومانز اللي هي 15. هذا الحكي هسه اللي قدامنا اللي هو الهيدروستاتيك اند اوزموتيك بريشر. لخصنا هذا الكلام اللي قدامنا هو نفس الضغوط اللي شرحناها بالصورة. البريشر الضغط الموجود بالكوبايبة حيكون جدا عالي، هو اللي بالجلوميلر حيكون higher than in the other capillaries، حيكون الضغط به أعلى من أي كابيلاري آخر. شنو اسم الضغط؟ قلنا اسم الهيدروستاتيك بريشر، قلنا اللي هو النسبة الأكبر من الضغط. يقابل هذا الهيدروستاتيك بريشر ضغط موجود بمحفظة بومان، سببه السوائل الموجودة بمحفظة بومان اللي هو الفلويد. البلد بريشر الضغط الدم الموجود بالكلية اللي سميناه احنا السي بي او الاو بي، يعني كابيلاري بريشر او الاوزموتيك بريشر، يكون داخل الكلية higher than other organs، يكون اعلى من اي عضو اخر موجود بالجسم. السبب انه يكون الضغط جدا عالي يعود الى وجود الافرنت فازلز. الافرنت فازلز تكون جدا ضيقه نرور اضيق من الافرنت، فبالتالي حتولد ضغط عالي حيكون اعلى من اي organs اخر. So the blood pressure in the kidney اللي هو CP or OP is higher than other organs. The reason for that، السبب إلها إنه different vessels in which blood is removed اللي هو مسؤول عن إزالة الدم من الكبيبة حيكون narrower أضيق من الأفرنت، فبالتالي حينتج لي high blood pressure داخل الكبيبة، حيؤدي إلى حدوث ضغط عالي داخل الكبيبة. شو حتأدي إليها؟ إنه تدفع السوائل أو الدم إلى الكابسولار سبيس، واللي بدورها حتروح إلى محفظة بومان. قلنا هسه أول ضغط هو الهيدروستاتيك بريشر، والضغط الثاني اللي حيكون مقابل إلها هو الأوزموتيك بريشر واللي مسؤول عنها البلازما بروتين، تمام، اللي حتحمل البلازما إلى داخل الكابيلاري. فصار عندي هيدروستاتيك بريشر، وراها البروتين اللي هو مسؤول عنها الموجود، البروتين الاوزموتيك بريشر اللي هو مسؤول عنها البروتينات الموجودة بالبلازما، والضغط الثالث اللي هو اقل واحد بيهم اللي يكون نسبته 15 حيكون هو سببها الفلويد السوائل الموجودة بمحفظة بومان. هذا الضغوط او الهيدروستاتيك والاوزموتيك بريشر. لو جينا قارنا مكونات الكيميكال كومبوزيشن، المكون الكيميائي لليورين، حنشوفه هو يختلف اختلاف تام عن ما موجود بالعملية الفلتريشن اللي تفلتر من الكبيبة.
هاي الاختلافات حتعود إلى سبب reabsorption in the tubules، حيعود إلى سبب إعادة امتصاص المواد بالtubules. It has been found that the chemical composition of the urine، إنه التركيب الكيميائي لليورين ومكوناتها is very different، حيكون مختلف عن glomerular filtrate. Glucose reabsorb، يعاد امتصاصه بشكل كامل بال proximal tubules، بالأنبوب الأقرب، و الكلورايد أيونز، أيونات الكلورايد حيرتحد ويا أيونات الصوديوم أيونز بالديستال تيوبولز، فصار عندي السكر حيعاد امتصاصها بالبروكسيمال بشكل كامل، بالديستال تيوبولز أيونات الكلورايد حيتحد ويا أيونات الصوديوم ويعاد امتصاصها. اليوريا نهائيا ما يمتص، not reabsorbed at all. الوتر المي حيمتص ب proximal ويمتص بالدستال ويعاد امتصاصه بالكولكتيك داكت، يعني 88% من المي يعاد امتصاصه بالكامل. التحليل المضبوط لليورين لازم يكون الكلوكوزنل لانه يعاد امتصاصه بالبروكسيمال بشكل كامل، الووتر لازم يكون نسبة 5%، الاملاح اللي هو ال NA 10% ممكن يطرح، اليوريا يطرح 80% لأنه ما تمتص نهائيا. تمام، هذا المفروض يكون التركيب الطبيعي للناتج النهائي لعملية glomerular filtrate وتكوين اليورين. عملية إعادة امتصاص المي والأملاح حيكون تحت تأثير هرموني، يا هرمون اللي حيأثر عليه هو ال ADH anti diuretic hormone. الانتي دايركتيك هرمون هي حتكون مسؤولة عن إعادة امتصاص الماء والأملاح وعملية تنظيم الريجوليشن والهيموستاسيس التوازن عن طريق الفيدباك بروسيسز. إذا أريد أعرف الإكسكريشن اللي هو طرح اليورين إلى الخارج، هو عبارة عن removal from the body، هو طرحه أو إزالته من الجسم، ويعتبر toxic waste product of metabolism، هو الفضلات السامة الناتجة من العمليات الأيضية. هنا ممكن يجيكم multiple choice إنه الكلوكوز وين يعاد امتصاصا، ممكن إنه يجيكم التركيب الطبيعي لليورين اللي هو كلوكوزنول ووتر 5% ان اي 10 80 يوريا، ممكن يجيكم اسم الهرمون المسيطر على اعاده الامتصاص اللي هو الاي دي اتش اللي هو الانتي دايريتيك هرمون، او عرف الاكسكريشن الافراز. ايضا من الوظائف الاساسيه للكدني انه شلون تسيطر او تحافظ على الاسيدوسيس، يعني الحموضه مال اليورين، حتى عن طريق عملية الاكسكريشن طرح أيونات الهيدروجين. أيونات الهيدروجين تطرح بمكانين، بالخلايا مال البروكسيمال and distal tubules، يعني بالأنابيب، خلايا الأنابيب الموجودة بالبروكسيمال الأنبوب القريب والدستال الأنبوب البعيد. الرينال تيوبولار سيل من بالجدار مال الأنابيب الكلوية حتكون حاوية على بامب مضخة اسمها NAK pump. الـ NAK pump وظيفتها إنه تدخل أيونات صوديوم وتطلع أيونات بوتاسيوم. أيونات الهيدروجين حتنقل خلال الممبرانز عن طريق الـ active transport. And for each H secreted، كل هيدروجين يطرح يقابلها دخول Na ions and HCO3 ions، وينتشر إلى الانترستيشال فلويد ويروح للبلاستترين. هذا الحكي اللي قلناه لو نشوف بالصورة الأمامنا. أدنى الصورة الأمامنا هي عبارة عن تيوبولار فلويد اللي جاي من عملية الفلتريشن الجاي من الكوبيبة، وبالنص هذا المربع هو عبارة عن خلينا نقول زوم من خلية اللي هي موجودة بالبروكسيمال، ويمها الانترستيشال فلويد اللي حينقل بعدين للبلاد الدم. احنا
ايش قلنا؟ قلنا كل ما يطلع ايون هيدروجين يدخل مكانها ايونات الصوديوم. الـ NA ايونز اللي لو نوضح انه داخل من التوبولار فلويد دخل الى داخل الخلية قابلها طروح ايونات الهيدروجين. ايونات الهيدروجين من حتطلع حتنجمع ويا ايونات الـ HCO3 الجاي من عملية الفلتريشن، ارتبطوا كونوا لي H2CO3. الـ H2CO3 حيتكسر عن طريق انزيم اسمه كاربونيك انهايدريز، حيكسرني الـ H2CO3 الى CO2 زائد H2O الماء. CO2 حيسهل انتقاله خلال الممبرانس ويدخل الى داخل الخلية. من دخل الى داخل الخلية حيرتبط بالماء الموجود داخل الخلية فيكون لي H2CO3. ايضا بواسطة انزيم اللي هو الكربونيك انهايدريز حينقسم ويتكسر الى ايونات الهيدروجين وايونات الـ HCO3. ايونات الهيدروجين ايضا حترجع تطلع الى التوبولار فلويد وتكون بشكل دورة كل ساعة تعيد هاي نفس الخطوات، وايون مقابل خروجها للتوبولار فلويد حيقابل خروج الـ HCO3 الى البلد مع ايونات الصوديوم، تروح للانترسيشيال وينقل للبلاد وتعاد الدورة من جديد. هاي العملية نقدر احنا نحافظ بها على الاسيدوسيس او البي اتش مال اليورين. هذا الاتش سيكريشن. ممكن يجيكم المخطط واقول لكم اعطوني اسم العملية هاي، تقولوا لي هو اتش سيكريشن. ممكن اعطيكم معادلة وانتو تعطوني الناتج مالتها او تقسموا اياها، او ممكن يكون يجيكم بشكل multiple choice. ممكن ايضا تتم عن طريق الامونيا سكريشن، عملية طرح الامونيا. امونيا is secreted in the proximal and distal convoluted tube. الامونيا حتطرح بمكانين، بالproximal وبالdistal، وكذلك بالcollecting duct بالانبوب الجامع. الـ NH3 اللي هي الأمونيا is formed. شون حيتكون لي الـ NH3؟ الـ NH3 حيتكون عن طريق deamination of glutamic acid، عن طريق إزالة المجموعة الأمينية من الجلوتاميك أسيد. من زلنا المجموعة الأمينية من الجلوتاميك أسيد حينتج لي NH3. الـ NH3 حيرتبط ويتفاعل ويا أيونات الهيدروجين حتى يكون لي الأمونيوم أيونز اللي هو الـ NH4. الأمونيا is soluble in water، إلها قابلية على أنه يذاب بالماء، and it's diffused و diffusible and can be lost through the skin، انه الها القابلية على انه يذوب بالماء وممكن انه نخسرها عن طريق الجسم. ليش؟ لانه الامونيا هو يكون له تكون توكسيك سمي، فلهذا يكون موجود بتراكيز كلش قليلة بالنسبة للبلد. الصورة الموضح امامنا اللي هي كيف تتم عملية الامونيا سكريشن، عن طريق ازالة مجموعة الامينة من الجلوتاميك اسيد حتكون لي NH3. صار عندي NH3 تفاعل ويا ايونات الهيدروجين كون لي NH4. ال NH4 حيكون له قابليه انه يكون قابليه ذوبانه بالووتر، حيتخلص من عنده عن طريق الجلد. ليش؟ لانه به نسبه سميه عاليه، فلهذا هو بصوره عامه يكون تراكيزه واطئه بالدم. adult vertebrate بالفقريات البالغه النيتروجين حيفرز بشكل يوريا. adult vertebrate excrete nitrogen in the form of urea، حيكون بشكل يوريا. ليش؟ لانه اليوريا هي less toxic، حيكون هو اقل سمية من الامونيا واكثر قابلية على انه يكون soluble بالووتر، ويكون اكثر قابلية على الذوبان بالماء. اليوريا is formed، هاي اليوريا حتتكون بالليفر بالكبد خلال عملية الـ reaction of the Krebs Ornithine cycle.
بالفقريات البالغة هتفرز النيتروجين بشكل أمونيا. ميزاتها تكون أقل سمية وتكون زائد لها قابلية على الذوبان بالماء، وتتكون بالكبد عن طريق دورة كريبس أورثين سايت. أخيراً الصوديوم أند كلورايد إكسكريشن طرح عملية أيونات الصوديوم والكلورايد. أيونات الصوديوم اللي قلنا إحنا بعملية الفلتريشن إنه من صارت عندنا فلترة كميات كبيرة عندنا حتكون من ضمنها أيونات الصوديوم والنقلت للبروكسيمال تيوبولز والديستال والكولكتنج داكت 99% إلى 96% من الان اي لتفلترات حيعاد امتصاصها. شلون حيعاد امتصاصها؟ إحنا حكيناها بالمواضيع السابقة. ممكن الان اي يعاد امتصاصها ويا الكلور السي ال، وهاي حكيناها بموضوع إعادة امتصاص الري أبزوربشن ببداية المحاضرة. ممكن يعاد امتصاص الـ NA عن طريق دخول 1 NA enters the bloodstream from each ionic hydrogen secreted by the tubules، وهاي حكيناها بعملية الـ ionic hydrogen secretion. أو ممكن أنه أيونات الصوديوم أيضاً تعاد امتصاصها associated with the secretion of K أيونات البوتاسيوم، وهاي سببها NAK pump. الـ NA بصورة عامة حيكون diffusion passively from tubular lumen into the tubular epithelial cell and is pumped حيضخ إلى داخل interstitial space. أما أيونات الكلورايد عملية امتصاصها مرتبطة بالـ HCO3، علاقتهم عكسية. ليش علاقتهم عكسية؟ حتى يحافظ على المجموع الكلي للأيونات السالبة. شلون يعني؟ يعني إذا الكلورايد reabsorption زادت معناها الـ HCO3 reabsorption تقل، والعكس صحيح. يعني إذا زاد الـ HCO3 امتصاصيته حتقل الكلورايد. ليش؟ حتى يحافظ على تركيز المجموع الكلي للأيونات السالبة. والصورة اللي قدامنا حتوضح صوديوم and كلورايد excretion. لهنا خلصت محاضرتنا الرابعة عن renal physiology.